تقول لي ايه رايك في الاسعار اليميش والمبادره عامه بتاعت كلنا واحد وتم اطلاقها النهارده؟ هي الاسعار تعتبر في المتناول للجميع، يعني الاسعار كويسه مش غاليه قوي، والمنتجات متنوعه، وانا شايف كميات كبيره في المول يعني. ورايك برضو على ان يميش رمضان خصوصا يعني شهر رمضان موجود وكده، لقيت كل حاجه والاسعار متناسبه؟ هي الاسعار شبه يعني متناسبه، مش يعني قريبه قوي من السنه اللي فاتت، مش غاليه قوي برضو، غير ما احنا توقعنا. يعني احنا نازلين متوقعين ان الاسعار كانت هتبقى اغلى من كده بكتير، فلقيناها تقريبا في متناول المواطنين كلها. ايه رايك في اسعار داخل مبادره كلنا واحد؟ تمام، الاسعار معقوله يعني كويسه. يعني في حاجات كتير طبعا اسعارها زادت عن الاول، بس يعني معقوله. لقيتي كل المنتجات اللي انت نازله عشان تشتريها خصوصا يعني دخول شهر رمضان على يميش رمضان وكده؟ بصراحه كل حاجه موجوده، يعني كل حاجه يعني موجوده، اي حاجه انا محتاجاها رمضان بلاقيها بصراحه هنا على طول في هايبر كده، كل حاجه بتبقى موجوده. والله انا اول مره اجي اشوف المنتجات النهارده، بس حاسس ان معظم السلع متوفره واسعارها كويسه الحمد لله. يعني الحمد لله الاسعار انا حاسس انها معقوله، يعني ما كويسه، يعني ما فيش زياده ولا حاجه زي. اعتقد في تنوع كتير في المنتجات، يعني حاجات كتيره وكل حاجه بتلاقي ليها اكتر من بديل، ويعني بصراحه أنا شايف حاجة جميلة، يعني معروضات كتيرة وكويسة يعني وأسعارها حلوة. يعني خالد دويدار المدير التنفيذي للهايبر، هي المبادرة دي رقم 22 تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ودي رقم 22 بيشترك فيها هايبر دعما للاسعار للشعب المصري اللي هو استحق مننا ان احنا نقف معاه في التوقيتات اللي هو بيحتاجنا فيها. وبنطمن الناس، بنقول لهم الاسعار كويسه ومنافسه جوه منافذنا في هايبر 1، والبضاعه متوفره بكميات، فبقول للناس خدوا احتياجاتكم ما تقلقوش من الاحتياجات دي، أزمة يعني عالمية نتيجة الأحداث اللي هي دايرة في العالم ومؤثرة على العالم كله، هي يعني السبب الرئيسي فيها توقف الشحنات، لكن إن شاء الله تنتهي الأزمة والبضاعة كلها متوفرة. مصر عندها مخزون استراتيجي يغطي الاحتياجات لست شهور قدام، ما فيش مشكلة في الاحتياجات، كميات متوفرة، احنا معلنين للناس بنقول لهم خدوا احتياجاتكم، احنا بنضمن لكم توفير الاحتياجات بتاعتكم باسعار منافسة، فما تقلقوش من ان البضاعة هتنقص، خد احتياجاتك ما تاخدش اكتر من احتياجاتك علشان تدي فرصة لغيرك يحتاج. الناس في الفترة الموجودة دلوقتي دي ومقبلين على شهر رمضان، شهر الخير، كل عام وحضراتكم كلكم طيبين. الشهر ده بيكتر فيه الخير، كل الناس بتشتري بكميات أكتر علشان العزومات وعلشان الولايم اللي بتعملها وعلشان الهدايا اللي الناس بتعملها والصدقات اللي الناس بتديها. احنا بنضمن لك أسعار كويسة، خد عندنا كرتونة رمضان متوفرة في المبادرة النهاردة، عندنا 2 نوع من الكراتين اللي هي بتطلع للناس، بتطلعها زكاة، الناس بتنفق في الزكاة فلوس كتير، اشتروا كرتونة رمضان هتلاقي فيها كل احتياجات تكفي الأسرة شهر، فكرتونة رمضان متوفرة جوه المبادرة. وبرضو يميش رمضان بأسعار منافسة وأسعار وجودة متميزة.